سميتي خديجة مشاهد، ساكنة في دوار سيدي حمو. عنده مريض كيخرج هو ما يرجعش، طبيت ليه الدواء ما خليت كي درت معاه. الوقت اللي درت تغلبت اختي، ما خدام انا غير في الفلاحة، نهار نخدم نهار ما نخدمش. عنده المخدرات نفساني، مرض نفساني، كيتحط المخدرات بنيتي، وضربت معاه تعيد. دابا خلي الدواء خرج في الليل مرجع، تعشى خلى الدواء ديالو خرج مرجع، ما عدو حتى شي حاجة والو. لا لا لا، الوالد ديالو معامل معاه مزيان، خوتو مزيان، كلشي هو معامل معانا حنا كل مزيان. هي هذيك خرج مرجع، ما ضربت سمع واحد والو، تعشى كل شرب خرج مرجع، ما قال لي حتى كلمة. انا غير جيت خدامه، الوقت اللي جيت هي هذيك تكيت نعست شويه. مرت ولدي دارت شويه الكسكس وسقات لي في الليل، نهار الجمعه في الليل سقات لي بحال كنت عشينا كلنا مجموعين. قال هو هودنا لي التوصيل ديالو تعشى، وتحشك سخنت لي مرت ولدي واحد شويه الماء وتندوش. عاد سمعت الباب ديال الدار تحل تسد، هبط خوه من السطح من الفوق هو مريض. قال لي خديجه، قلت لي نعم. قال لي فؤاد راه ما كاينش. قلت لي تعال هدا راك راه خارج غير هنا للحانوت ياخذ كار ولا شي حاجه. بقينا كنتسناو حتى 12 الليل، ملي تسنينا تسنينا ما جاش يخرج نفتشو. الصباح صباح نفتش ما لقيتوش. دابا قال هذيك الليله انا ملي ما جاش الغد الصباح ملي ما جاش عرفتو صافي مابقاش غيش. خرجت قلبت قلبنا قلبنا الصباح 3 ايام حنا كنقلبو ما درك. فايت منه خطره مشى الكتامه، مشى ثاني برك في عامين ودوزتو في الدوزيام. عاد لقيناه مشي جشتو. هاد الخطره الاخيره ثاني جناه برك معانا ثاني جوج سنوات. هز ثاني راسو، جابني تا ليلة العيد الكبير، هز تاني راسو، زاد الميسور ديريكت. لقطو شي ناس في الليل، لقطوه، عيطو علينا مع 12 الليل، ناعسين عاد خصونا لباه، هو الوقت اللي كيلقطو كترجع ليه الداكة ديال العقل ديالو. كان بغا نوجه ليه الله يرضي عليه يقدر يسمعني ويسمع مني ويرجع لدارو، هادشي اللي كنطلب منه، كنطلب منه ويشوفني ويرجع، حنا مخصوصين بيه، هادشي اللي كنطلب.